واو، انتوا شايفين ده؟ كل ده لصالح المشردين. احنا بنحب نعمل الخير للناس التانيين، وانتوا كمان؟ ده يوم دافي جداً، أنا بحب أقعد في الجنينة مش أكتر. لكن الأمور ممكن تمشي بشكل مش مظبوط حتى في المكان الهادي السعيد ده. أوبس، دي وقعت محفظتها وما لاحظتش ده. حاجة كويسة إن في حواليكي ناس طيبين بيهتموا إنهم يتصرفوا بشكل صح. أوه، محفظتك أنسة، في حاجة وقعت منك. أنا لاحظت إنها وقعت، علشان كده ناديت على صاحبتها. اتضح سهل إنكم تعملوا حاجة لطيفة. لكن متعة عمل الخير مش المفروض تخليكم مش مهتمين وإنتوا في الشارع. إنتي بتبصي في موبايلك ومش شايفة إنتي رايحة فين. حاجة كويسة إن في الشارع ناس مهتمة. هاي، دي إشارة حمراء. فيهو، إنتي أنقذتيني في الوقت المناسب، شكرا ليكي. إن يكون شغلكم لبس زي للدعاية، مش هي دي الوظيفة اللي بيحلم بيها أي حد. لازم تلبسوا زي غبي، مش مريح. وتدوا فلايرز محدش بيعوز ياخدها. ده وقت مساعدة المساكين. بما إنكم قاعدين جنبهم، خدوا فلاير، أو الأحسن من ده، خدوهم منهم كلهم مرة واحدة. مش حاجة صعبة بالنسبة لكم، لكنه شعور طيب. بصوا قد إيه بقت سعيدة. يوم الشغل خلص. وما فيش أزياء سخيفة تاني. هاي! أحياناً ناس تانيين بيهتموا إن هما يمنعوا تصرفات وحشة. في ناس مش متعلمين بيرموا مهملات من العربيات في الطريق، مش في صندوق المهملات. إيه الفوضوي ده؟ لكن ما تقلقوش، مش هيفلت بعملته دي. شيلوا العبوة وارموها تاني عليه. وعلشان تتأكدوا من إن الدرس اتفهم، ممكن ترموا محتويات العبوة في العربية. هو ممكن يسوق لحد صندوق المهملات بدل ما يعمل فوضى. ده موقف معروف. ست عجوزة بتبيع ورد، لكن كل الناس بيعدوا من جنبها بس. هي بتكون حزينة جداً. مفيش ولا واحد عايز يشتري بوكيه؟ لو سمحتوا أي حد. أدي بنت مهتمة. اشتري كل الورد من الست العجوزة. أنا سعيدة جداً، مش عارفة حتى أقول إيه. واو، دي بنت كريمة. هي حتى ما خلتش الورد لنفسها، هي قدمته للناس الماشيين. اتفضلوا، من أعماق قلبي. دي حاجة لطيفة منها. أحياناً البنات بينشغلوا جداً في كلامهم مع بعض، فمش بيلاحظوا حاجات صغيرة بتحصل في هدومهم، زي إن جيباتهم بتترفع لفوق. خليكي واثقة فيا، لو قلت لها تلميحاً للموضوع هتكون ممنونة جداً. واضح إن لسه في ناس طيبين في العالم. يا ترى بتشوفوا مشردين بيطلبوا فلوس؟ طبعاً، ممكن تعدوا عليهم وتسيبوهم. لكن الشخص الطيب مش بيعمل كده. البنت دي مثال هايل. هي اشترت للراجل المسكين جزمة وهدوم دافية. ده أحسن بكتير من كومة عملات معدن. هي كمان جابت له أكل. لذيذ. أخدتوا بالكم إن في طفلة بتبكي؟ استنوا ثانية علشان تفهموا إيه اللي حصل. كمان مش هيكون صعب إن انتوا تخلوا طفلة سعيدة. اتفضلي خدي بالونة. مفيش حاجة أحسن من إنكم تشوفوا ابتسامة طفلة لطيفة. وادي ابتكار حياة لطيف تاني للناس اللي عايشين قريب من الجنينة. ممكن تعلقوا عيش عصفورة على شجرة، وممكن تحطوا بذور ومكسرات فيه. مش صعب خالص، مش كده؟ لكن السناجب هيقدروا ده. انتي لطيفة جدا.
عينهم بتلمع وديلهم بيتهز. وممكن كمان تأكلوهم بإيديكم. بالمناسبة، العصافير كمان هتكون سعيدة بسبب كرمكم. التفاعل مع الطبيعة بيخلي حالة الكرم عندكم كويسة. لو مش بتقدروا تستريحوا إلا لما بتعملوا حاجة كويسة، هتحبوا الفكرة الجاية دي. وزعوا في الشارع أكياس مجانية للشوبينج. ممكن تبان إنها حاجة مش كبيرة، لكن هتخلي الناس سعداء جداً. الموضوع كله بسبب أخت هدايا مش متوقعة من غريب، وحتى مش مكلفة خالص. بالنسبة للفلوس اللي صرفتوها، فأنتوا جمعتوا طاقة كارما كويسة، وفوق كل ده اهتميتوا بالبيئة. مساعدة شخص بتحسسكم بشعور هايل، وأحياناً مساعدتكم بتكون ضرورية جداً. كيس البقالة اتقطع، هو كل حاجة وقعت منه، لكن شخص بقلب طيب موجود هنا للمساعدة. بيكون أسرع بكتير الاتنين مننا إن هما يلموا البقالة مع بعض. ياك، لكن الكيس مقطوع. مفيش مشكلة، اتفضلي خدي الكيس ده. أوه، شكرا ليكي. الناس مش هما بس اللي محتاجين حد يهتم بيهم، الحيوانات كمان. فالمساعدة في ملجأ حيوان فكرة هايلة، زي شراء الأكل. دايماً بيبقى مفيش أكل كفاية. تأكلوا الكلاب الجعانة، تقديم اهتمام كبير بيهم. تفتكروا إن دي مشكلة كبيرة أصلاً؟ دي مجرد حاجة كويسة بتعملوها. بصوا قد إيه هما سعداء، هما بيشموا فيكم. الكلمات مش هتعبر عن المشاعر اللي هتحسوها. وكمان ممكن تمشوا الكلاب وتلعبوا معاهم وتصوروا مجموعة صور. أي حد ممكن يتطوع في ملجأ، كل اللي محتاجينه هو الرغبة في المساعدة. ست حامل شايلة شنطة تقيلة؟ دي حاجة مش صح، اديني الشنطة دي. ها، انتي بتحاولي تسرقيني؟ أوه لا، أنا عايزة أساعدك. مش المفروض إن الست الحامل تشيل حاجة تقيلة. أوعى تتجاهلوا أبدا موقف زي ده. مين عارف إن الفشار ممكن يكون خطير جداً؟ يا مسكينة، أنت بتتخانقي؟ إيه؟ أنت محتاجة مساعدة. عابر السبيل معدية جاية لإنقاذك. شوية ضربات على الظهر والفشار بيطلع. أوه، شكراً، مش عارفة كنت هعمل إيه من غيرك. عايزة شوية فشار؟ أكيد، خلي بالك طبعاً. ممكن يكون تحدي كبير بالنسبة لشخص كفيف إنه يمشي لوحده في الشارع. مش مستحيل، لكن لازم ياخد باله. لكن لو وقعت منه عصايته، ده ممكن يكون حاجة سيئة فعلا. هي راحت فين؟ اوعى تعدوا من جنبه وخلاص. مش هتاخد أكتر من ثانية علشان ترجعوا له عصايته. بلاش تتجاهلوا الناس اللي بيحتاجوا مساعدة. تغيير العالم للأحسن بيكون أسهل بكتير من اللي بيبان في الواقع. أوه، الناس المشردين، ده ممكن يحصل مع أي حد، انتوا عارفين؟ البنت دي كانت ممكن تكون أختي. أنا حزينة جداً علشانها. ليه ما ساعدش البنت الفقيرة تتحسن؟ جزمة؟ ميك اب؟ ده أحسن يوم في حياتي. شوية مجهود صغيرين وتحولت للأحسن. شفتوا؟ سهل جداً إن انتوا تعملوا حاجات كويسة، تساعدوا الناس التانيين وتخلوا نفسكم أسعد. إيه الحاجات الكويسة اللي عملتوها النهاردة؟ عرفونا في التعليقات.
وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي سيناريوهات عن عمل الخير من تروم تروم سيلكت.